في هذا الأمر للإيضاح، ما لي مفتي مصر بالاقتصاد، وما لي مفتي مصر بالعملات الرقمية، وما لي مفتي مصر بتصدير الغاز؟ أنا ده يقول هذا. الفتوى متعلقة بفعل المكلف، يعني أنا بعمل شيء، فأنا عايز أطمئن إلى أن ما أفعله هو موافق لمقصود الشرع ولا مخالف سيادتك عنه. ليس متطوعا بالإفتاء ولكن تستفتى. نعم، نحن بنسأل في الأسئلة المعينة، لكن قد نضع أيضا إطار معين استراتيجي لمستقبل إفتائي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا من مقدمات ظاهرة أمامي في المجتمع، قد أسأل أو قد يسأل الإنسان بعد 20 سنة عن واقعة معينة، فبيجد بأن الجواب ممكن يكون حاضر من الآن. بنقول والله إذا سئلنا في هذه المسألة التي قد تكون في واقع معين مظبوط، فالجواب يكون كذا. تعرف سيادتك، على سبيل المثال، مثلا الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، الله يرحمه، جاءه سؤال، هو موجود عندنا مرصود في دار الإفتاء المصري، موجود في الأرشيف يعني، وموجود على المواقع المختلفة، بيسألوه عن تلقيح الأطفال، أيوة، تلقيح الصناعي، أيوة، وأسئلة عديدة جدا في المجال الطبي. فهو ذاكر المسألة عند العلماء وعند الأطباء واستقصى المسألة، وقعد في فترة طويلة يبحث، يمكن زادت عن 3 شهور وهو يقرأ ويبحث ويدارس ويستفتي أهل الطب ويسألهم، وخرج بفتوى رصينة للغاية. الفتوى دي بتتكلم عن جملة من الأمور، أمور واقعة بالفعل اللي هي المسؤولة عنها بالفعل. بقول لهم والله لو حصل لكم فيما بعد من وقع قراءاته الآن، كأنه هو استشرف المستقبل وتبصر بالمستقبل، فصارت الفتوى صالحة الآن. ولذلك السؤال بعينه، يمكن الأسبوع القبل الماضي في الغرب الآن بيبحثوا مسألة لم تكن مطروحة على الساحة الآن، هي موجودة في فتوى الشيخ جاد الحق. بمعنى ان القراءة بيسألوا عن ايه؟ كانت صحيحة. انا فاهم قراءة المستقبل. لا، هم بيسألوا عن ايه؟ يعني هي مسائل عديدة الحقيقة، يعني سئل عنها الشيخ، خاصة بالتلقيح، خاصة بالاستنساخ، خاصة بالخلايا الجذعية، مظبوط، خاصة بنقل الأعضاء. والغرب مشغول دلوقتي بهذه القضايا دلوقتي؟ في بعض المراكز الآن بدأت تبحث مسألة معينة، يمكن يكون فيها إشكال معين. الشاهد هما ما بيسألوناش طبعا الآن عن لا يسألون عن الموقف الشرعي فيها، المركز الطبي أو المركز البحثي، لكنها تسأل، لكن أنا أقول بأن في الخطة الاستراتيجية لعملية الإفتاء قد أحتاج إلى أن أقرأ المستقبل، وقد أحتاج إلى أن أقرأ مآلات فتواي. عظيم جدا مولانا. أيضا في كلمتك مهمة قوي اللي ألقيتها في المؤتمر، كان في نقطة مهمة قوي، أنت قلت نحن نساند التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، وأن أهداف الجمهورية الجديدة هي أهداف تنموية، ولذا نساندها ونقف في ظهرها. ترجم هذه العبارة. الحقيقة يعني أنا يعني قلت هذه العبارة من واقع مشاهدتي كإنسان مصري في هذه الدولة الآن. الدولة في الحقيقة لن تقف فقط عند حدود البناء المادي، وإنما مزجت به الإنسان، تربية الإنسان، بناء الإنسان. تكلمت عن المكون الحضاري والمكون الحضاري الإنسان. المكون الحضاري لما تتجه إليه الدولة في التنمية المستدامة متكامل، حضاري حيوي شامل لكل المجالات، ينظر إلى هنا وهنا وهنا، لم يقف عند مجال معين، وإنما الملفات كلها مطروحة. وبناء على ذلك فأنت في أمام خطة متكاملة لتحقيق تنمية مستدامة على كافة المجالات. لما أجد هذا النمط من التفكير الآن، ولما أجد هذا النمط من العطاء الآن، والعزيمة على والإصرار رغم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة، رغم هذه التحديات إلا أنك تجد إصرار على المواصلة، إصرار على تحقيق نقلة للدولة المصرية، لا يسعك في هذه الحالة إلا تقول وبشجاعة
إلا أننا أقف في ظهر الدولة في هذه الحالة وأدعم التنمية المستدامة وأدعم الدولة فيما تتجه إليه.